برحب بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي وصلنا لي فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها مع حضراتكم أهم الأخبار والمقالات والتحقيقات من الصحف والمواقع الإلكترونية المختلفة. هتشاركنا النهاردة في قراءة أهم عناوين الصحافة الكاتبة الصحفية هبة عبد العزيز. صباح الفل يا هبة، منورانا دايما في صباح البلد. ميرسي، صباح الفل عليك يا هند. إيه مستعدة؟ يلا بينا. عندنا أخبار النهاردة كتيرة متنوعة، خلينا نبدأها مع حضراتكم بخبر مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس عبر الفيديو كونفرنس في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني الشقيق، واللي بيعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. السيد الرئيس وجه رسالة هامة للشعب اللبناني الشقيق بأن لبنان الذي كان دائما منارة للثقافة والفن والفكر ورافدا مهما من روافد الإبداع العربي، ما زال قادرا بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية والعودة مجددا ليكون مزدهرا وفريدا كما نحب أن نرى. اسمحي لي هنا هبة، يعني الدولة المصرية دولة قوية جدا الآن، دولة بتقف جنب أشقائها في العديد من القضايا والمواقف في الإقليم كله بشكل عام. شايفة إزاي ممكن تسهم هذه القمم بمشاركة رؤساء وزعماء العالم ومشاركة مصر في حل الأزمة اللبنانية الآن؟ طبعا احنا عارفين انه كان امبارح تقريبا كانت للاسف الشديد بتحل الذكرى السنويه لانفجار مرفأ بيروت اللي توفى فيه ما يقرب من 200 شخص. فخلينا هند يعني نشاركهم تعازينا ومواساتنا طبعا ليهم في الحادث الاليم جدا جدا اللي المنا كلنا. هرجع للسؤال بتاعك وعايزه اخده في سياق الحقيقه، يعني حاجتين: دور مصر المحوري ده من ناحية لو هنتكلم عن مصر، وأهمية النوع ده من المؤتمرات أو القمم بالضبط لمساندة الدولة اللبنانية تحديدا. احنا عارفينه تقريبا الهدف انه جمع حوالي 350 مليون دولار لإعادة اعمار لبنان، لانه احنا عارفين انه الموضوع ما كانش بس مجرد خسائر بشرية، ولو ان الخسائر البشرية طبعا لا تقدر يعني بثمن، ولكن طبعا كان في خسائر كبيرة جدا جدا على المستوى الاقتصادي، في تدمير احياء باكملها بيوت لناس. فالنوع ده من القمم الحقيقة أنا شايفة أنه هو مهم جدا جدا لمساندة الشعب اللبناني على المستوى الاقتصادي وأيضا للدعم المعنوي كمان. طيب لو هنيجي بقى لدور مصر تحديدا، الحقيقة أنا حابة أخد دور مصر في سياق دورها المحوري. مصر يعني طبعا من الدول الداعمة للبنان، مش بس وقت حدوث هذه الأزمة أو الانفجار ده، ولكن مصر طول الوقت داعمة للبنان، داعمة للبنان بأنه مصر عمرها ما كانت مع طرف ضد طرف جوه، هي طول الوقت وهي يعني بتقف سند بالضبط، سند سواء على المستوى المعنوي سواء على المستوى المادي. يمكن احنا شفنا خلال الفتره اللي فاتت الحقيقه السيده الوزيره هاله زايد زارت لبنان وكانت بصحبتها ثلاث طائرات كانوا محملين بادوات طبيه ومستلزمات طبيه ولبن للاطفال، وكان في يعني حاجات اكتر من دوله الحقيقه. فعلا هي زي ما انت بتقولي مش بس لبنان، يعني وتونس الشقيقه والسودان والعديد. طبعا الدور الكبير جدا اللي حصل في فلسطين تحديدا، يعني ده بالضبط. فاحنا ويمكن كمان كان حصل برضو، شفنا سفينة الامداد المصرية حلايب اللي راحت برضو للبنان وكان فيها يعني كم كبير جدا من الاغاثات الانسانية سواء على المستوى الطبي او ايضا على المستوى الاقتصادي وبعض الاحتياجات. فالحقيقة مصر طول الوقت هي داعم وسند لجميع الدول العربية، ولكن لبنان يمكن احنا شفنا كمان ده من خلال تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة ودعم الشعب اللبناني على كافة الأوجه والمستويات. مظبوط. طيب اسمحي لي يا هبة هنا، يعني ازاي ممكن مصر والدول العربية تتكاتف لحل الأزمة اللبنانية؟ الأزمة اللبنانية على مدار سنوات ما زالت يعني بتتزايد وتتفاقم من الأسف الشديد، ولحد هذه اللحظة ما فيش ملامح واضحة. معاكي حق فعلا، يعني احنا لو جينا بصينا على خلال السنة اللي فاتت، احنا يعني يوم الأربعاء ده كان مر تقريبا حوالي سنة على انفجار المرفأ للأسف الشديد، وأنا يمكن كنت بزور لبنان يعني من الأسبوع اللي فات. خليني أقول لك إنه يعني أنا لفت نظري إنه الشعب اللبناني الحقيقة هو شعب محب جدا للحياة، وما حسيتش قوي بالمعاناة اللي أنا كنت متخيلة إن أنا هروح أشوفها. بس ده إن كان راجع لشيء فهو راجع لطبيعة الشعب اللبناني نفسها، يعني حتى في كلمة السيد الرئيس إن كان وما زال هو منارة للثقافة والفن والفكر. يعني بالضبط، وكان دايما يتقال على لبنان إن هي بلد عربي بطابع أوروبي. ولكن اللي حاصل إنه أوكي يعني الشعب بقى اللي هو عنده حب للحياة ده، وتصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه هو دايما لبنان منارة يستحق دعم أكتر من كده سواء على المستوى
المستوى العربي او على المستوى الدولي. ويمكن من هنا جت اهميه طبعا القمه، ولكن انا شايفه انه الحقيقه يعني الدول العربيه محتاج يكون دورها يعني اكثر خلال الفتره اللي جايه دي. يمكن ان الجامعه العربيه كانت هي مساهمه طبعا في سفينه الامداد المصريه اللي راحت ببعض المساعدات الماديه، ولكن عارفه هند ده زي ايه؟ طبطبه كده بس على بسيطة. الجرح بالظبط. لكن لبنان محتاج حلول جذريه سواء على المستوى الاقتصادي او على المستوى السياسي طبعا. أكيد ان شاء الله يعني الشعب اللبناني ينعم بالاستقرار والدول العربيه كلها. خلينا ننتقل مع معاكي هبه والساده المشاهدين لتوجيهات السيد الرئيس عن الاهتمام بالتغذيه المدرسيه وازمه السمنه والتقزم. الخبر اللي معانا على لسان الدكتور تامر سمير منسق مبادره التغذيه المدرسيه، واللي قال ان الدوله بتركز على القضاء على مرضى التقزم والسمنه لدى الاطفال، لذا ستعمل على تغيير الوجبه المدرسيه المقدمه للطلاب، لافتا لان الامر بدا بتحويل الاطفال المرضى بالسمنه الى عيادات لاعاده فحصهم من خلال برنامج علاجي كامل. هبه، احنا هنا الدوله المصريه بدات تنتبه مؤخرا للقضايا احنا ما كناش منتبهين ليها، فكره السمنه عند الاطفال، التقزم عند الاطفال، انيميا وامراض العيون بالظبط، اكتر من مرض للاسف الشديد بياثر على مستقبل اطفالنا اللي هم مستقبل مصر. ازاي بتشوفي اهتمام الدوله المصريه ممثله في سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومه المصريه بمثل هذه المبادرات والحملات، ويعني الى ابسط الاشياء التغذيه المدرسيه اللي هتؤدي بالنهايه للاهتمام بصحه اطفالنا؟ طيب خليني هند ابتدي اجابه السؤال ده الحقيقه بكلمه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمكن اعتقد لو مش خيلاني الذاكره كان قالها في مؤتمر كان عقد في العاصمه الاداريه الجديده، وكان بخصوص الموضوع ده، وكان بيقول تحديدا انه الضريبه اللي بتكلف الدوله فيما بعد لو احنا عدينا يعني ان احنا نهتم بالصحه دي من البدايه، وصحه المراه الانجابيه كان بيتكلم عنها تحديدا، قال ان هي ضريبه مكلفه جدا جدا سواء على المستوى المادي او المستوى ايضا المعنوي. لان احنا يعني انت عارفه ان الصحه دي هي اساس كل شيء، كلنا هي اهم حاجه في الحياه، اهم حاجه في الحياه بالظبط. فتخيلي انه انسان بيخرج للحياه صحته فيها يعني منقوصه او عنده مشكله، تخيلي ده مدرس، دكتور، عامل بسيط، وزير، ايا كان، اكيد بالظبط. وهو ده النقطه اللي كان بيتكلم فيها صح الحقيقه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. فاهتمام الدوله المصريه جاي من هنا، جاي من انه احنا عاوزين افراد تخرج للحياه قادره على الانتاج، اصحاء، وايا كان هيكلفنا ايه الامر دلوقتي، ولكن هو تكلفته هتكون اقل فيما بعد. فشايفه الحقيقه ان النوع ده من المبادرات في منتهى الاهميه، وخاصه مبادره الصحه الانجابيه اللي هي تعالج المشاكل اصلا اللي ممكن المراه الحامل تتعرض لها من البدايه، ومن ثم انه بنضمن انه يعني الى حد كبير جدا بيجي طفل سليم. المبادره بقى اللي احنا بنتكلم عنها النهارده اللي هي الخاصه بالتغذيه المدرسيه، الحقيقه انا شايفه انه هي مهمه جدا. وخليني اقول لك كده، لو هنتكلم عن السيكولوجيه بتاعه الاطفال كده تحديدا، انا بشوف انه دي بتعمل نوع من انواع الانتماء، يعني عارفه للمدرسه، انه يعني لو تفتكري احنا كان في اوقات بيحصل يعني معنا كده يمكن في ابتدائي او في اعدادي، فكنا هناكل ايه بكره وبنتوقع، وده شويه بيخلينا نرتبط بالمدرسه وبالمكان. فشايفه انه ده بيعمل نوع من انواع زاويه كمان نفسيه اكتر، زاويه نفسيه لانه وعلى فكره ده شيء مهم جدا. ده من الناحيه النفسيه. طيب احنا لو هنيجي على الناحيه الصحيه، الحقيقه انا شايفه انه ده مهم جدا، وانه كمان في مجموعه من الخبراء والاساتذه اللي خاصين او مختصين تحديدا بالتغذيه، هم اللي بيحددوا بقى نوعيه الوجبات والبروتين اللي هيدخل في الوجبه دي، الحاجات الصحيه متكامله بالظبط. وهند خلينا نقول ان ده حلو قوي كمان بقى مع حاجه تانية، انتشار ثقافه الوجبات السريعه والفاست فود اللي للاسف الشديد ولدنا طبعا مع العولمه ومع بيأثر على شكلهم وعلى ادائهم وعلى صحتهم بشكل كبير. ويمكن عندنا بالاحصاءات احنا لقينا انه مثلا في بعض المحافظات الحدوديه، وخليني اقول برضو ان دي من النقط المهمه جدا، انه الدوله المصريه بتهتم بالمحافظات الحدوديه، وده شيء يعني مهم جدا جدا. ويمكن ده كان
مهمل في فترات قبل كده كتيرة جدا، وكانوا بيعانوا من مش بس في التعليم والصحة ولكن في أمور تانية كثيرة جدا. فلقينا مثلا أنه مرض زي الأنيميا اللي هو متعلق طبعا نقص الحديد، ده موجود في محافظات الأكثر، يعني ثلاث محافظات على مستوى جمهورية مصر العربية: محافظة البحر الأحمر وأسيوط والوادي الجديد. لقينا أنه في المرض الخاص بالتقزم، وخليني أقول لك برضو حاجة، أنه التقزم الناتج عن نقص الحديد، يعني مش حتى التقزم بالضبط على نقص الحديد، فما هو ده برضو هيرجع بقى لو احنا عالجنا نقص الحديد مش هينتج عندنا المرض ده. ده برضو منتشر في بعض المحافظات زي اسكندرية، في أسيوط. فيعني الحقيقة الرصد ده مهم جدا، علشان الاهتمام طبعا انت عارفة الظروف طبعا والتحديات الكبيرة جدا اللي احنا بنمر بيها وتركة ثقيلة جدا. فالنوع ده من الدراسة انا شايفة انه هو مهم علشان يركز على اكتر المحافظات اللي محتاجة ده، ونبدأ نوجه لها الدعم او نبتدي بيها هي الاول، لانه ده هيتعمم على مستوى الجمهوريه كلها، ولكن احنا هنبتدي بالاكثر احتياجا اكتر اكيد يعني. واحنا كمان عندنا مبادرات بتجوب كل القرى والمحافظات، مبادره الحياه الكريمه طبعا وغيرها من المبادرات الانسانيه لغايه في روعه. ويمكن دايما المبادرات الرئاسيه والمبادرات المصريه الان بتركز على الجانب الانساني وتنميه الانسان، وهو ده اللي دايما بيتحدث عن الانسان بالظبط، بيتحدث عنه سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب انا هاخدك يا هبه لخبر اخر متعلق بالصحه الانجابيه اللي كنت بتتكلمي عنها، بمبادره السيد الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين. وزارة الصحة أكدت أن مبادرة صحة الأم والجنين بتتواجد بكل مراكز الرعاية، وتم فحص 1,000,000 سيدة. وكشف الدكتور فوزي فتحي منسق مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين في وزارة الصحة أن الحملة بدأت في محافظات عدة ولم يتم التوسع والانتشار بسبب جائحة كورونا، وهو الأمر اللي اختلف تماما خلال الفترة الحالية. وذكر أنه وفي بداية العام الجاري جرت تغطية كل المحافظات بالخدمات اللي بتقدمها المبادرة، لافتا لأن المبادرة بتتواجد حاليا في كافة مراكز الرعاية الصحية اللي بيتردد عليها المواطنات والسيدات الحوامل للحصول على تطعيم لقاح كورونا وغيره من الخدمات. دي النقطة اللي بتتكلمي فيها هبة، وهي صحة الأم والجنين والصحة الإنجابية، وإن احنا لو اهتمينا فيها من البداية مش هيكون عندنا مشكلة. حقيقة احنا عندنا أكتر من مبادرة كانت مهتمة بالصحة، احنا مش عندنا بس فكرة الـ يعني التأمين الصحي الشامل ومبادرات صحية، لكن 100 مليون صحة و100 مليون صحة للمرأة المصرية، كل تقريبا المصريين استفادوا منها بالظبط في الداخل او في الخارج. مبادرة صحة الأم والجنين انت شايفة ممكن نشوف تأثيرها بعد قد ايه؟ الحقيقة انا شايفة ان هي مهمة جدا، والمبادرة دي هنشوف تأثيرها طبعا في الأجل القصير بشكل أعتقد يعني بنسبة كويسة، ولكن في الأجل المتوسط والأجل الطويل شايفة أنه هنشوف نتائج هائلة جدا جدا. لأنه خلينا هند نقول يعني طريق الألف ميل بيبتدي بخطوة، ودينا احنا بادئين على الطريق بالضبط. لو النهاردة احنا يعني بعد مثلا بنعالج بعض الأمهات، وإحنا قلنا يمكن كمان عطلتنا طبعا جائحة كورونا للأسف الشديد، لكن احنا حتى الآن وصلنا لحوالي ما يقرب من 1,000,000 سيدة، فشايفة أنه ده عدد كويس جدا جدا كبداية يعني. في ظل ظروف استثنائية جدا يعني بيمر بيها العالم بيمر كله فشايفة أن مصر الحقيقة عاملة إنجاز في الجزء ده. ولو قلنا مثلا أنه المليون سيدة هم يعني بدأوا حملهم على خير وأنهوا على خير بعد 9 شهور، أعتقد أنه هنشوف نتيجة كويسة يعني جدا. لأنه الحقيقة مرض زي اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه في المبادرة اللي فاتت اللي هو خاص بالتقزم أو خاص بالسمنة، أو حتى بعض الأمراض اللي هي خاصة بالعيون، الحقيقة الأمراض دي بتبقى بتشكل مشكلة كبيرة جدا جدا بعد ولادة الجنين. احنا لو رعينا ده من الأول، صحة الأم، التغذية، العادات الصحية، اللي انت عارفة برضو ان احنا عندنا للأسف الشديد يعني بعض العادات كده والموروثات اللي هي ليس لها أي علاقة بالصحة، ولكن هي يعني للأسف الشديد احنا تورثناها. شايفة انه الحقيقة المبادرة دي مهمة جدا جدا، لان هي كمان عارفة هند هترفع الوعي. وخليني ما فوتش بقى الفرصة يعني واتكلم برضو بان يعني المبادرة دي تحديدا خاصة بالمرأة، وطبعا يعني لا يخفى على أحد اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحة المرأة وبالمرأة المصرية بقى تحديدا على كل المستويات. فالمبادرة دي الحقيقة مقدرة جدا جدا بالنسبة لنا احنا يعني السيدات،
وشايفه ان هي يعني بدايه حلوه جدا جدا لي، لانه شوفي احنا لو هنتكلم، انت عارفه ان احنا عندنا استراتيجيه 2030 لتمكين المراه. الاستراتيجيه دي ليها ثلاث محاور: المحور السياسي والاقتصادي والمحور الاجتماعي والثقافي. مبادره زي دي انا شايفه ان هي بتصب في صالح الثلاث محاور الثانيه، لانه لو هنتكلم مثلا على المستوى السياسي، فانا لما ببتدي بصحه المراه من دلوقتي او صحه الجنين اللي بيتولد اللي هو قد يكون يعني رجل او مراه فيما بعد، فده قد يتقلد بعض المناصب السياسيه فيما بعد، فان انا بهتم بالصحه دي بتاعته من البدايه، فشايفه انه ده الحقيقه شيء مهم جدا جدا جدا. طب بذكرك هبه للوعي، احنا شايفه ان احنا بقى عندنا ثقافه الاهتمام بصحتنا احنا بقى كمواطنين، لان احنا كان عندنا لفترات يعني كبيره قوي وطويله قوي لسنوات مضت ما عندناش فكره الاهتمام بالصحه، ان انا اروح اكشف على نفسي اعمل تشيك اب. دلوقتي الدوله هي اللي بتحسني ان انا اروح وكلها حملات بالمجان يعني. بصي شايفه انه طبعا احنا يمكن عانينا لفتره طويله من ده، يمكن برضو عدم الاهتمام بالصحه، ويمكن ده برضو يعني لظروف كتيرة جدا جدا، يمكن من ضمنها الأسباب المادية، وعلشان ده أنا عايزة أربط ده بالثقافة والوعي. بالثقافة والوعي وبالسؤال بتاعك، يعني ليه المصريين لفترات طويلة جدا ممكن ما كانوش بيهتموا بصحتهم، أو ممكن عارفة ليه الحاجات الوصفات الفحص الدوري، وإحنا ممكن نكتفي أنه بتروح لعطار، ممكن تسأل جار، تسأل صديق، تسأل قريبك. النوع ده أولا هو بيرفع النوع ده من المبادرات، وخاصة المجانية اللي هي بتحث عليها الدولة، سواء بقى بتعلن عنها في الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء من خلال حملات يعني إعلانية وإعلامية. وشايفة كمان في حاجة حلوة جدا احنا بنعملها، انه احنا بنتخير للحملات دي يعني بعض الشخصيات المؤثرة في المجتمع، يعني سواء كانوا فنانين قريبين للناس، مطربين، ده بيجذب الناس أكتر ان هي تتشجع وتروح تعمل ده. ده من ناحية، من ناحية تانية ده من ناحية الانتشار، من ناحية تانية انه بنرفع الوعي. عارفة هند لما يكون في الأمبريلا، أو عارفة في مظلة بالظبط، في مظلة وفي اهتمام كده، عارفة في توجه عام من الدولة، بتلاقي بالتالي ده بينعكس كمان على بيدفع المواطنين هم يهتموا ويصبوا اهتمامهم في الجانب ده بالظبط. ولو لقيتي النهارده مثلا، لو بنتكلم زي مثلا انه انا النهارده عندي بدأ يبقى في 20% من الشعب بدا يهتم بصحته، هتبصي تلاقي انه السنة الجاية النسبة دي هتزيد ل 50، ممكن بعد كده تزيد ل 70، بعد كده هتلاقي انه خلاص دي ثقافة، وكمان ثقافة متوارثة بعد كده للأجيال القادمة. فالحقيقة شايفة انه دي مهمة جدا جدا. وكمان يعني هتلاقي انه الحقيقه الرئيس برضو عبد الفتاح السيسي بيقدم يعني مثال رائع جدا للقصه الخاصه بالاهتمام بالصحه والرياضه. انت هتلاقيه كتير في لفتات جداً. في مؤتمرات، في حتى في المناسبات والاعياد، يعني احنا اعتدنا دايما ان احنا نشوفه بيقود الدراجه في الاعياد تحديدا، يمكن يعني ده بشكل غير مباشر بالظبط، بشكل غير مباشر ده بيدعو الى انه الرياضه ده شيء مهم، الاهتمام بالصحه. خلينا نقول برضو انه الفتره اللي فاتت انتشر عندنا ثقافة انه الاهتمام بالدايت او الاهتمام بالرجيم من باب تحسين الشكل، ولكن لا، احنا مش بنروج للحملات دي من باب الاهتمام بالشكل فقط، ولكن من باب الاهتمام بالصحة بالظبط. حتى في تخطيط المدن الجديدة وبعض الطرق يا هبة هتلاقي في حارات، احنا كنا زمان بالنادي بدا حارات مخصصة للدراجات، يعني بقى في أيوة يعني مش بس الاهتمام بفقط الرسائل الكلام فقط، لكن بالفعل كمان على ارض الواقع، يعني مبادرات وزارة الشباب والرياضة وتوفير الدراجات بصوت، دي برضو حاجة، درجات الكهربائية بالظبط، ده تشجيع كده. وفي حاجة كمان برضو عندنا، لو هنبص على مثلا تقريبا كل المشاريع اللي تمت بخصوص تطوير العشوائيات، هنلاقي انه تقريبا يعني ما كانش بيتعمل اكتر من مستشفى او اكتر من عياده في مراكز كمان، طبعا طبعا مراكز شباب لممارسه الرياضه مزبوط. ومستشفيات ايضا لمتابعه بقى الصحه، بحيث ان هي تبقى قريبه من مكان السكن مظبوط. وهي الصحه والرياضه الحقيقه يعني اشياء مهمه جدا جدا, جداً, جداً. ولازم تدخل في الثقافه، مش من باب بس الشكل وانه ده يعني بس مجرد شكل يعني حاجات تجاريه كده وترويج للدايت والكلام ده، لا، ولكن من باب انه ده يعني بيخدم اصلا صحه الفرد، وكل ما هو صحته كانت كويسه كل ما هو كان انسان منتج اكتر وقادر ان هو ينتج، سواء على المستوى العقلي والفكري او حتى على مستوى الاداء البدني. مظبوط. طيب خلينا هبه نروح ليه بقى الاوكازيون الصيفي. ايوه. الحقيقه ان وجه الدكتور علي المصرحي وزير التموين والتجاره الداخليه الاجهزه الرقابيه بالوزاره بتكثيف الرقابه على الاسواق ومتابعه المحلات المشاركه في الاوكازيون الصيفي 2021، واللي وصلت لحد دلوقتي ل 670 محل تجاري، مشير لان مديريات التموين بالمحافظات الأجهزة الرقابية بالوزارة بتتابع على ما يتم عرضه من حيث الجودة والالتزام بالسعر المعلن.
الحقيقه هنا خبر يهم كل النساء والمراه تحديدا. بالظبط يعني بالاخص بالاخص وهنا كده على بعض الرجال. بس الحقيقه ان في الحكومه بتركز دايما على فكره هنا الالتزام والجوده وفي غرامات يعني ستوقع على المحلات اللي بتقدم الاوكازيون وهمي. بالظبط. فانت بتشوفي يعني فكره الاوكازيون الصيفي واهتمام الحكومه بالرقابه ده بيأثر ازاي على حركه التجاره الداخليه؟ طبعا هو ده هيعمل نوع من انواع الرواج. يمكن كمان احنا عارفين في ظل برضو الظروف الاقتصاديه اللي احنا بنمر بيها, ومش ان احنا بنمر بيها بس, ولا كله. العالم كله ويعني التباطؤ في حركه التجاره او تراجع حركه التجاره العالميه على كل المستويات يا هند والله, على يعني كل التجاره الخارجيه او حتى الداخليه. ويمكن كمان بسبب جائحه كورونا برضو ده يعني للاسف عمل ركود. بالظبط. فالاوكازيون دايما بتبقى فترات للرواج التجاري. طيب احنا الاجراءات الحقيقه بقى اللي اتخذت او الدوله بتتبعها في فكره انه بتشوف مدى الالتزام بالقواعد, لأنه خلينا برضو يعني نقول بصراحة كده وبوضوح, للأسف الشديد احنا الأوكازيون أو فترات اللي بيبقى فيها تخفيضات الناس اللي بتسافر برا وبتيجي تقارن بتشوف دايما أنه لا احنا في مش زي ما بيتم برا خالص, وبيكون فجوة كبيرة سواء بقى في العروض الوهمية سواء حتى في الأسعار أو الجودة, حتى جودة المنتج بالظبط بيطلع يعني دايما بيبقى برا هو نفس المنتج موجود وبيتعمل عليه خصومات أو بيتعمل تخفيضات أو عروض. احنا بنلاقي أنه عندنا لا للأسف بتطلع منتجات يعني اقل جوده, العروض كتير بيتم الاعلان بتلاقي انه الاعلان بره حاجه وبعدين كده ما بتدخلي تشتري بتفاجئي انه لا يعني عارفه في تركه كده, فمش هي دي اللي بتبقى تمام. بالظبط. شايفه بقى انه المبادره دي او النوع ده من الاهتمام ب يعني كشف المتلاعبين, شايفه الحقيقه انه ده شيء مهم جدا جدا, وده بيقول بقى حاجه تانية كده يعني رساله سواء كانت مباشره او غير مباشره, وهو فكره تطبيق القانون. لانه احنا يمكن دي من ضمن مشاكلنا الكبيره جدا, هي مش ان احنا نشرع قوانين ولكن فكره ان احنا نطبق القوانين. فبنطبق القوانين حتى في الحاجه اللي هي الاوكازيونات والكلام ده. فانا شايفه ان دي الحقيقه لفته مهمه ولفته حلوه جدا كمان ومفيده بقى للمواطنين. وفي كمان خط ساخن لو ينفع ما اعرفش يعني انه نعلن عنه او نقول عليه, اعتقد 19-35 او لو انا مش خايناني ذاكر او 6-35 ان هم كمان فاتحين الخط ده للابلاغ عن اي حد بيقوم بعروض وهميه او ان هو بيعلن عن اسعار و يعني الاسعار دي ما بتكونش حقيقيه. فشايفه الحقيقه ان دي شيء مهم جدا يعني. اكيد. طيب خلينا ننتقل اخيرا لاخر خبر معانا هبه, ليه علاقه بالثانويه العامه, والخبر ده من جريده الأخبار بعنوان نتيجة الثانوية العامة 17 أغسطس. أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة منتصف الشهر الجاري, وسيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة فور الانتهاء من التصحيح بيومين أو ثلاثة, أي ما بين 17 و18 أغسطس. أيضا الخبر بيقول أنه بعد بكرة هتبدأ اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية والأزهر, وهتستمر الاختبارات حتى يوم 19 من الشهر الجاري. سريعا نهبة, الثانوية العامة رغم كل التعديلات اللي حصلت, رغم كل الاختبارات الجديدة بنظام المالتي تشويس الاختيارات من متعدد وان النماذج مختلفة, لانها لا زالت بعبع عند بيوت كتير مصرية. وفي نفس الوقت برضو فكرة ان لا انا هدفي ان ادخل كلية بما يسمى بين قوسين كليات القمة, وما دون ذلك انا مش مهتم وانا احس باحباط. المفهوم ده اتغير لازم. طيب شوفي القصة بتاعت الثانوية العامة دي, هي للأسف يعني الناس برضو متخيلة أنه الوزارة حاليا معها عصاية سحرية. تاني أنا بحب أكرر أنه إحنا عندنا تركة ثقيلة وتحديات كبيرة جدا, والتركة دي مش يعني 10 سنين ولا 20 سنة ولا 50 سنة, إحنا عايزين نقول التركة دي فعلا من لو يعني هندرسها كانت على مدى فترات كتير, وتغيير نظام الثانوية العامة من وقت للتاني, كل الحاجات دي الحقيقه عملت عارفه زي ارث كده في البيوت المصريه, يعني عارفه حاله من القلق وحاله من التوتر جدا. بتلاقي اي بيت فيه يعني طالب في ثانويه عامه البيت كله بيبقى عنده زي حاله من التوتر. طب حل الازمه دي هبه كده في عجاله كده ازاي؟ انا شايفه انه هي مساله وقت, يعني الحقيقه احنا بنطبق حاليا نظام جديد, صعب جدا ان احنا نحكم عليه في الاول مره. التجربه لسه حديثه فمحتاجه وقت علشان نقدر ان احنا نحكم على مدى تقييمها.
تقييمها بالظبط. دي من ناحيه، من ناحيه تانية حتى احنا عندنا برضو، لانه في ناس الحقيقه انا بشوفها ان هي بتنتقد التجربه بشكل يعني قاسي، شكل قاسي جدا وشكل مبالغ فيه قوي. التجربه لسه حديثه، مش هنقدر نحكم على يعني مدى نتيجتها دلوقتي، دي حاجه. الحاجه الثانيه انه وارد انه ما تنجحش، وممكن ان احنا نحاول ان احنا نغيرها، بس احنا مش عايزين لسه نستبق ده. طيب اللي انا شايفاه الحقيقه، شايفه انه الدوله الحقيقه بذلت مجهود كبير جدا، سواء في مسألة الإجراءات الاحترازية أو حتى فكرة تسهيل الأمر على الطلاب وعلى أولياء الأمور في ظل الجائحة اللي احنا بنمر بيها. طيب أنا عشان بسرعة مش عايزة بقى أفوت الجزء الخاص بالثقافة بتاعت كلية القمة، والحقيقة هند الثقافة دي عايزين يعني ننسفها نسف فعلا، يعني لأن هي دي من ضمن أهم الأسباب التوتر في البنوت المصرية. يعني هتلاقي أنه دايما عايزين الولاد كلهم يطلعوا بالظبط دكاترة أو مهندسين. طيب هل إحنا محتاجين فعلا في سوق العمل كل العدد ده من الدكاترة والمهندسين؟ الحقيقة إحنا عايزين نبص الموضوع بشكل تاني. يمكن أنا كنت لسه قبل الهوا كنت بقول لك إنه عندي تجربة في التعامل مع يعني العمال خلال الفترة اللي فاتت. الحقيقة أنا يعني بشوف إنه التعليم الفني ده شيء مهم جدا، وبرضو الوزارة الحقيقة بدأت خلال السنوات اللي فاتت، يمكن 3 سنين اللي فاتت دي تحديدا، تولي اهتمام كبير جدا لمسألة التعليم الفني بقى، سواء اللي هو الصناعي أو التجاري أو الزراعي. ويمكن كمان بنفكر في استحداث بعض المجالات اللي احنا محتاجين نمرن فيهم العمال بشكل أيوة بالظبط، أو الطلاب بقى يعني ندربهم من دلوقتي عشان يكونوا كده أي حد يكون في الكادر بتاعه يكون مميز فيه بالظبط. يعني محتاجة وقت كتير نتكلم فيه، بس يعني في عجالة كده عايزين نشيل من 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 دماغ الناس فكرة إنه كلية القمة دي هي يعني هي أفضل حاجة، هي وهو يعني مفيش حاجة أصلا اسمها كلية قمة بالظبط. كل واحد يحقق لنفسه فيها، رب إن شاء الله، وكل التوفيق لكل طلابنا. بشكرك شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية هبة عبد العزيز على القراءة المختلفة لمنشطات الصحف النهاردة وشاركتك معنا، شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا على المتابعة، لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا، ولكن دلوقتي هنروح نشوف تقرير هام عن رفع العلم المصري على الكراكة حسين طنطاوي بعد انضمامها لأسطول هيئة قناة السويس كأكبر كراكة في الشرق الأوسط.